الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. حياكم الله إخواني المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم برنامج خيركم. هذا البرنامج الذي نعرض فيه النماذج القرآنية والمراكز التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف الأستاذ والمترجم في مركز الارتقاء للصم الأستاذ محمد القبيصي. حياك الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. أهلا وسهلا، وإن شاء الله تكون حلقة إن شاء الله تفيد الجميع بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ محمد، نبيك تعطينا نشأة مركز الارتقاء للصم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركز الارتقاء للصم أنشئ عام 2005، مبادرة من وزارة الأوقاف مع نادي الصم، نادي الكويت لرياضة الصم، بإنشاء مركز خاص لتعليم مبادئ اللغة العربية والقرآن الكريم. طبعا في حاجة، ما في مكان خاص لتعليم الصم أو تثقيفهم أو ارتقاء بمستواهم، حتى يمكن اتخذ اسم المركز من الارتقاء، كان هدف من أهداف المركز أن يرتقي بالصم. فكانت المبادرة من وزارة الأوقاف ونادي الصم، عملوا اجتماعات والحمد لله تمت الموافقة، وكان أول مركز كان 2005، كان بنادي الكويت ونادي الصم بمنطقة الفيحاء الأول. انتقلنا في 2011، رحنا غرناطة واستمرنا يعني للحين يعني. فكان من الأهداف يعني التعليم وتثقيف الصم، فأنشأ مركزين، مركز انتقال الصم للرجال ومركز الجنان للنساء في منطقة كيفان، برضو فرع النساء بنادي الصم بكيفان. المواد اللي يدرسونها أستاذ محمد؟ في البداية كنا بندرس القرآن الكريم والتربية الإسلامية بفروعها المختلفة، سيرة، عقيدة، فقه، حديث، زائد مبادئ اللغة العربية. ضفنا عليها أن احنا وجدنا أن الصم محتاجين لمهارات حياتية. يمكن مركز انتقال الصم يمكن في ميزة يمكن غفل عنها أكثر الناس، أني نعطي للأصم ما هو في حاجة إليه. يعني مثلا في صم كان اتكالي، يعني أنا ما أشتغل، أنا عندي إعاقة، هم يحسونهم يعني إن في انعزال، كونهم يمكن ما يقدرون يتواصلون بشكل سلس. وهم الصم كمان حاس نفسهم منعزلين، وحاس نفس الناس بتبصلهم بالشفقة ورحمة، فبدأ ياخده لا يشتغل لا يطور من نفسه لا. فعملنا كيفية العمل وشرف العمل وأهمية العمل، دي كانت من ضمن مهارات الحياة. حتى مواضيع اللغة العربية أخذنا فيها مثلا كيفية التصرف في المجتمع، شو نتصرف بالمسجد، شو نتصرف بالجمعية، شو نتصرف بالنادي. فبيت نفس المواضيع المختارة اللي بيدرسها الطالب من صلب احتياجاتهم الخاصة. فطبعا فكده عندنا احنا التربية الإسلامية، القرآن الكريم، زائد اللغة العربية، أضافت أخ مؤخرا مادة مهارات الحياة. ممتاز. المنهج اللي ياخذونه، كون احنا برنامج يعني خيركم نتكلم عن القرآن، المنهج القرآني اللي ياخذونه في المركز، يعني شلون يدرسون، شلون يحفظون؟ وطبعا بيكون بالنسبه للقرآن الكريم بياخذ قصار الصور، بيكون صعب بالنسبه للأصم يحفظ صور كبيره، زائد اللغه العربيه زي ما قلت في البدايه اني ياخذوا من مواضيع خاصه بحياتهم، شيء متعلق بحياتهم. فطبعا احنا تعليمهم بيكون بلغه الاشاره، تعليمهم بلغه الاشاره. طبعا زي ما في مثلا انا بتكلم عن اللغه العربيه، انا تخصصي اللغه العربيه اساسا، مثلا حروف الف باء تاء ثاء، في كل حرف الاشاره مثلا الف باء تاء ثاء وهكذا، زائد كل كلمه لها اشاره، فبيصير اني نعلمهم بلغه الاشاره، زائد الكتابه. طبعا اختباراتهم بتكون اختبارات تحريريه، وفي في تسميع القران باللغه الاشاره. طيب يعني بالتعليم، المشكله اللي تحس كونك انت معلم، شنو المشكله الاكبر اللي يواجهونها في يعني وقت لما مثلا يبي يحفظ قران، يبي يقرا قران؟ الاشكاليه هي، وحتى بوزاره التربيه، ممكن انا حتى معلم وزاره التربيه، الاشكاليه ان الاصم، اي طالب حتى الطالب العادي مو الاصم، لما بيدرس في المدرسه بياخذ دروس، يروح البيت ولي الامر او اي حد بيساعده، الاشكاليه ان ولي الامر ما عنده لغه اشاره، فما فيش حاجة. ما في مساعده، مين هيتابع مع داخل البيت؟ فصار المعلم هو اللي بيدرس ويحل الواجب ويدفع. طبعا في قصور من ناحيه البيت، فبيكون في قصور في ناحيه الاستيعاب شويه، فبيقل الموضوع شويه. دي يمكن الصعوبات، ان
ولي الأمر أو الناس القائمين على طلب الأصم ما عندهم اللغة اللي ممكن يتواصلوا معاه فيها إلا من رحم الله. مش هنعمم، في جزء طبعا أكيد عارف يعني، بس طبعا الأغلبية ما يعرفوا لغة الإشارة، فبالتالي لما يروح البيت ما في حد يساعده أو يتابعه أو أو طيب، عسى الله سبحانه وتعالى يوفقهم لكل خير. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ونواصل بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، رجعنا لكم من بعد الفاصل وحديث شيق مع الأستاذ والمترجم محمد قبيصي. حياك الله أستاذ. الله يسلمك أستاذ محمد. فئة الصم، شنو الأنشطة والمسابقات إذا كان لهم مسابقات في المركز؟ طبعا احنا الصم نفس الطالب العادي أو الطالب الطبيعي، ما في أي اختلاف، بس إنه هم يسمعش. لكن أي أنشطة، أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، رحلات، رحلات عمرة، طبعا وزارة الأوقاف ما يعني جزاهم الله خير بيطلعوهم رحلات العمرة، يعني تودونهم مثلا يلعبون كرة، سباحة، نعمل مسابقات سباحة وكرة، مسابقات ثقافية، حفظ القرآن الكريم في مسابقات، يعني دخلوا أكثر من مرة مسابقات حفظ، بس طبعا بيختلف نظامهم، هم بنظام كتابة، كتابة مو حفظ، مو تسميع يعني، أكيد مو تسميع، هو كتابة. فهو بيشارك في جميع الأنشطة يعني، حتى اللي كان في البداية كنا بنروح عمرة مع وزارة الأوقاف، كان العمرة فيها دمج لكل الإعاقات، وكان عادي بندمج معاه، هذا المفروض اللي يصير. بعد كده صاروا نقسموا، صارت العمرة خاصة بالمركز العادية وعمرة خاصة بزي وحشيات الخاصة. فله الأصم يعني حاله حال الطالب العادي يعني، كل الأنشطة بيشارك فيها بدون أي شيء. عددهم بالمركز كم تقريبا؟ هو طبعا هو العدد متغير، إن العدد بيوصل يعني مثلا في احنا عندنا طبعا نظام الدراسة بيكون مثلا فصل أول، فصل ثاني، زائد فصل صيفي، بس فصل الصيف على حسب الوزارة ما تقرر يعني. يعني ممكن بالفصل الواحد حوالي 60 55 بيكون في الحدود دي. بس في شغلة مهمة لازم أوضحها، إن التعليم الأصم تعليم فردي، لا تقارن الأعداد، الأعداد اللي نقولها بنفس أعداد المركز الأخرى. ليش؟ المركز يعني مثلا عندنا بجهة التربية الصف لا يزيد في أي حال من الأحوال عن طالب من الطلاب، انت بتتعلم فردي مو بتعلم جماعي. مثلا في الطالب العادي تتكلم تشرح كل بيسمع وبتسال سؤال كل يجاوب، لكن في بالنسبه للصم تعلم فردي بتعلم واحد واحد، فطبعا بيحتاج يكون الفصل اقل، العدد اقل عشان نعرف نظام التعليم الحصص. هو كل نظام التعليم بيكون طبعا احنا مقسمينهم مجموعات. اول شيء لما بيجي يتقدم الاصم للحق بالمركز بنسوي له اختبار تحديد مستوى. في عندنا مستويات، مثلا مستوى التمهيدي دي البدايه اللي كن امي تمام لا يعرف يقرا ولا يكتب، وعلى حسب الاختبار بنعمله تحديد مستوى. في مستوى اول، في مستوى ثاني، في مستوى ثالث، في مستوى متميز، فعلى حسب طبعا في على حسب مستوى بتحط، او يعني مثلا مر الاختبارات بينتقل من المستوى الاخر على حسب الاختبارات وكده. زائد ان كان اضيفكم كمان احنا مشتركين معانا طلاب البعثات الخارجيه من سلطنه عمان ومملكه البحرين، ان في وزاره التربيه في بعثات بتيجي من على حساب اليونسكو هو المتكفل بيها، فانضموا لينا انه حتى عندنا طلاب من عمان وطلاب من البحرين ضمن الطلاب المشاركين معنا. طبعا كل الجنسيات مشاركه، بس طبعا هي طبعا الخليج. طيب نبيل، يعني من اكثر الاشياء والامور اللي تشدنا وتشد الناس هي القصص المؤثره، النماذج الناجحه. أكيد مرت عليك أستاذ محمد قصص شباب طموحين تأثروا مثلا مواقف، إذا تذكر لنا يعني شيء من هذه القصص. طبعا خلال احنا يمكن الحين دخلنا على 17-18 سنة في العمل مع المركز أطفال الصم، مر علينا كثير من المواقف دي. يعني مثلا جانا واحد من الهند، أمي تماما حتى يعني لا يتكلم، الحمد لله رب العالمين بفضل الله وصل لمرحلة فيه، بس ما شاء الله عنده ذكاء مو طبيعي، وصل لمرحلة إن هو بدأ يكتب لغة عربية، بيكتب القرآن بالرسم العثماني، تحس نفسه سبحان الله عنده جمال في الخط، تحس إنه بيكتب مصحف، بينسخ نسخة المصحف، فدي من ضمن الشيء اللي تطور، بيكتب يعني يكتب يعني هو يكتب عربي، بيكتبش هندي، ما يعرفش يكتب هندي، يكتب لغة عربية. زائد برضو كان هذا التحق وياكم بالمركز، التحق بالمركز معنا، زائد التحق معنا واحد كبير في السن، كانوا اهله بيقولوا ان هو ما يعرفش يعني مش عارفين نوصل له شلون وضوء، شلون الصلاه صح، شلون الطهاره صح، خطا، وبعدين كبير بالسن سبحان الله. فبفضل الله سبحانه وتعالى التحق معنا وتعلم اساسيات الوضوء، الصلاه،
الطهارة، كل شيء. زائد ان في برضو الصوم في بيحون عمرة، يروح العمرة بيسوي مثلا إجراءات العمرة أو مناسك العمرة بس تقليد، فما يعرفش الموضوع ليش لازم بيعمل كده. هو عبادة، لازم يعرف سبحان الله، يعني رحنا معهم عمرة وشرحنا لهم وعرفنا شلون ليه الطواف وليه السعي، فالحمد لله يمكن في فائدة كبيرة يعني. مشكورين على هذا الجهد يا أستاذ محمد، أسأل الله يأجركم، وهذا أيضا في بعض يعني عون إخوانكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني يجزاكم خير. شكر لكم موصول مشاهدينا الأعزاء على هذه المتابعة، وما شاء الله شفنا يعني الحلقة مرت سريعا، نشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.